هذه المباراة وفي جولة يعود من خلالها الحكم السعودي. الشباب على يسار جهات يصرخ في الدفاع منبها لهم لخطورة الموقف، والكرة تبعد ركلة الزاوية للشباب، الكرة ترسل وتبعد من مثناني، عادت لبسمارك، الحكم يأمر سيرة اللعب، ناصر خطفها تسددت وكرة إلى مسرحي بسمارك. سيان للشباب، فرصة فرصة والكرة على طول لفاروق بن مصطفى. عبد المجيد لفهد غازي بيعلي كرة راسية من ناصر لكنها بعيدة إلى الخارج وإلى ركلة مرمى. فهد غازي علاها، التقى فيها أبو علي ولكن الكرة ذهبت عكرة. الآن الفكرة جميلة جميلة، يا 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 ناصر، كانت شبه صعبة ومستحيلة لكن الدهاء والذكاء والخبرة لناصر الشمراني جعل منها أكثر خطورة. الكرة فيها، يبدو أن فيها راية قد رفعت لكن اللمسة اللدغة اللي حولها ناصر الشمراني، لكن ربما ينجح بالتسجيل بكرة إلى ناصر بيعلي. أوهو، لقطة، ركلة زاوية، ركلة زاوية، بس لقطة حلوة كانت لبن يطو لوهلة. تذكرنا الأهداف الجميلة، ربما تتكلم عن أهداف العالمية والدوريات الأوروبية الكبرى التي دائما ما تكون بهذه الطريقة، لكن بنيطو ما ركبت على قدمه. الكرة تصل، تحولت فتاو بيحضر كرة إلى إلتون، الإبعاد كان موفق، جمال بالعمري وتبعد فتاو على إلتون، 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 الله يا إلتون، الله يا إلتون، لمسة وتسديدة من تسديداته من أي مكان يستطيع تشكيل خطورة على المرمى. الكرات الثابتة، الكرات وستانلي وإلتون على التنفيذ بيرسل كرة، الكرة تذهب من مثناني إلى ركلة مرمى لمصلحة الشباب. مشاهدي ام بي سي برو سبورتس في كل مكان، 39 دقيقة من عمر لقاء القادسية والشباب هنا في ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ولا زال التعادل السلبي في جولة البيعة، الجولة 15. ستانلي، ستانلي، ستانلي بيحط لبسمارك، بسمارك بيمر وتنحط، الكرة على طول تذهب إلى ركلة الزاوية. تبغى تعرف القادسية؟ نعم، طالع إلتون وشوف ستانلي، لكن ركز على بسمارك. بسمارك هو اللي يعطي الإضافة، الكرة لبسمارك، الكرة على طول تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة الشباب. بسمارك دائما هو الحل، الحل نعم إلتون ببعض اللمسات، الحل قدمها حسن العمري بالمراوغة والتمرير. الآن وصلت إلتون، ما دام فيها إلتون فيها خبر، فيها خبر، فيها خبر، فيها خبر، يا يا كيف يكون أحلى خبر لبني قادس، لكن فاروق بن مصطفى رفض ذلك. إلتون يلعب بكرة ويتراوغ، يراوغ الدفاع ويتلاعب بالدفاع. الحارس الاحتياطي عبد الله سديري، هذه هي القائمة. الآن الآن ستانلي بيرسل كرة، ما ركبت صح، ما لو كانت ركبت على قدم إلتون لكان فيها كلام ثاني. شوف الكرة، ستانلي أوهاويتشي بيحول إلى إلتون خوزيه اللي حول كرة بأسرة
لكن الكرة تذهب سليمة. هتان والعمار وبنيطو دائما تنتظر منه الخبر. الآن العرضية ومسرحي وناس جول. هداف هابريك يعلن تقدم الليث الآن. هدان يسجل الكرة بداها بنيطو من الجهة اليمنى. ألا تفاهم بين مسرحي والدفاع. خروج من فيصل مسرحي أبعد الكرة هيأها ناصر إلى هدان باهبري اللي حط الكرة في المكان الخالي. الشباب يتقدم بروحه بروح الشباب. تقدم هدان باهبري وسجل وأدرك التقدم للشباب. الآن خذ مباراة جديدة. الشباب يعطوا بعد الآن من مثلاني. الشباب يطبخ المباراة على نار هادئة وبكل هدوء. تقدم في المباراة وحاول أن يضرب مرة أخرى عن طريق العمار لكن الكرة تحولت هذه التسديدة من تركي العمار إلى قفاز مسرحي وإلى ركلة الزاوية ونزول مازن أبو شرارة للضخ الدماء بالرأس. الكرة على طول بتمر سليمة على يمين مرمى مسرحي. كرة على طول الآن كرة توصل من عبدالله الخيبري يحول كرة جميلة. مثلاني يرسلها بين الحارس والهجوم والكرة على طول في أحضان الحارس. هذه مطالب من محبي القادسية أن يقدم ذلك. الآن بالرأس وبسمارك والكرة فيها خطأ. خطأ احتسب على مازن أبو شرار. الدفع للقادسية بيحاول ويرسل كرة. الكرة فاروق بن مصطفى على أمام أحد في تمام الساعة السادسة والثلث. الآن محاولة وتصل في الجانب الأيمن. الكرة العرضية بليطو يعلنها. عاد الشباب بعد أن عادت روحه. لقد عاد فعلا وسجل الهدف الثاني. الشباب إلى المركز السادس ب 19 نقطة ويعلنها. لا زال الليث حيا من أجل المنافسة والمطاردة والإكمال. شوف يحقق فوز ثاني على التوالي. هذا لم يتحقق في هذا الموسم وكان في بدايات الموسم الماضي. الآن بليطو بيسجل هدف التقدم الثاني لمصلحة الشباب بعد أن تقدم هدان باهبري. شباب كارينيو فريق يطبخ المباراة على نار هادئة ويصل بكل هدوء فيها مساندة للدفاع فيها بناء في فترات. الله إنه بسمارك واحد من أهدافه وروائعه التي لا حدود لها. بسمارك شيء آخر في القادسية شيء آخر في دورينا. انصدر وعلى طول من روائع بسمارك التي لا حدود لها. الله على هذا البرازيلي. الله يا بسمارك. الله على الحس الفني الكروي بحط كرة بالصدر. والله على الحس التهديفي من أوراق بونميجو. كرة توصل والتحرك الآن موجود في الجهة اليمنى والكرة عالية 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 في أحضان فاروق بن مصطفى.
من جديد في الجاء. يا سلام بنيطو الآن، بنيطو الآن ينهيها، ينهيها بحوط، يا يدلع الشباك، يدلع الشباك، الكرة على طول في أحضان فاروق بن مصطفى. جمال بن العمري يفزع طبعا لفاروق بن مصطفى ويدافع عن الصراع، وروح عالي هذه المرة أيضا جاءت وكانت من محمد مثلاني. لاحظ الكرة من إلتون، إلتون اليوم لم يقدم.